شريكم فدى القلب لا لا اوفر لا كده بكون دزيت ام 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 دقيقة شريكم فدى لا 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 شنو شنو دي هالجاية دقيقة تعرفوا شو راح اسوي راح البس لوي فيتان هو بس اتوهق البس لوي فيتان البس لوي فيتان صح خلاص او بدون صح ما يحتاج يعني انا مسوية كتير اشياء او شو لا ما مو لوي فيتان اوكي كريستيان ديور كريستيان رونالدو هذا لا لا اوه لا لا مو كده لا اوف ازعجني حتى اللون ما حبيت خلص يعني احس ما يبي له صح صح بدون ايوه كفيت ووفيت شعري طيب شعري كده حلو ولا ازيد ادهنه اكثر من كده دقيقه دقيقه افرده ولا المه ايش رايكم المه لمي يلا ألم شعري أنا أنا فلتان وأنت فلتان أوكي دقيقة أوكي دقيقة الحياة ترى فيها صعوبات البنت إحنا البنات ترى نعاني أوكي شفتوا هلا بمسك هذه العنقوصة أوكي وبمسك هذه العنقوصة إيش هذا إيش هذه الأداة الأيادي اللي جات دقيقة دقيقة والله يا جماعة أقسم بالله إني البارح دوشت أقسم بالله إني البارح غسلت شعري يعني شعري ترى طاح من كثر الدهون اللي تطلع منه ما أفهم أنا على الزيت يستخرج من الشجر ولا من راسي أقسم بالله دقيقة اجمعي كله انتظري ترى في فكرة يعني ما تتوقعين راح اسوي كذا كاني كوافيرة انتظري استغفر الله العظيم دايما تبي تجيبوا في العيد انتظروا استغفر الله العظيم كل ساكتة متربية الا تخربون اخلاق اوكي دقيقة ريبي جميلة ريبي جميلة لقيتي ريبي جميلة جميلة اوكي شوفوا دقيقة عشان شو عشان نسحب العين شفتي كده ونسوي هذه البابيونة هون كده أيوة كأني عمتي دقيقة 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 أكيد في غلط في الموضوع أنا ما قصدت كده إيش هذا؟ أفوا الفكرة كانت فرنسي ترى أحلى والله ما كأني عمتي الملقوفة أظن إنه حلو لا ما اقتنعته ما اقتنعته كتير حسيتكم ها؟ ايش رايكم نروح نغسل شعرنا نمسح الميك اب نرجع من اول ولا شو نسوي ترى اذا غسلته ترى بيطيح يعني ما بس انا عندي شعرتين كده شعره هون شعره هون تمام واسوي هذا البابيون هون وبابيون هون ايوه حسيت كده جميل بس انتو ما اعرف يعني انتو اكتر من كده ترى جمال ما اقدر يعني سويت الماكسيموم اللي عندي يعني اقسم بالله يعني ما ادري انتو كيف بدكم تشوفوني يعني اكتر من كده ما اقدر اصرف جمال يعني خلاص حلبت ام الجمال عندي دقيقة كفيت وفيت معاكم والله العظيم
دقيقة. يا الله شيل يا ورع. يا الله ورع 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 ورعان. احط عدسات عشان اصير باربي يعني اختها من ابوها او امها شوية اشبهها. انا حاسة اشبه فلة باربي لسه. احط عدسات صح؟ اقتنعته. اقتنعته نفس ما انا اقتنعت. المشكلة انه عدساتي ما ادري وينهم. بلو اكيد بلو راح احط يعني. تعرفوني انا شقرة. انا الشقر احنا نفسنا يعني لازم يحطوا بلو. دقيقة. لا بلو تضل. يا الله كل شيء موجود الا البلو. ما فهم من هذه الحياة ضبط كل شيء ظروف ضدي. دقيقة يمكن هون. لقينا البلو. اوكي دقيقة دقيقة. شوفون لين ما احطها في عيوني عشان في شباب يمكن ينخبطوا. فهمتوا كيف؟ عشان شباب ونصارى حساسين هذه الايام يخافون. يخافون من الاشياء اللي جالسين نسويها. فهمتوا كيف؟ الله لا 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 اظن اني كفيت ووفيت معاكم. دقيقة دقيقة. يا ورع يا الله يا شوف بكل احترام بكل احترام تراني أنيقة ما بدي أشيل الكندرة وكمان ممكن أهزقك بطريقة كيوت. أيوة تتفكر إني لما أهزقك راح أطلع من الباربي اللي أنا فيه؟ لا 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 دقيقة راح أوريك إني راح أهزقك وراح أضل باربي. دقيقة شفت؟ احترم نفسك. ها تهزيقة كمان فول باربي. استحالة وجهك والله العظيم تكون كيوت تكشخي تعطي ماس كتر ما عندك بعدين يجوا يطلعوا الجحش اللي جواتك. ما في من هالناس. شفيق زفيق شفيق زفيق. اوكي شو اتفقنا هذه؟ اوكي انا اقدر اقول لكم اسمي. شوف ما تنصدموا. ايوه ايوه انا راح البس الجينز والتيشيرت. عشان حاسه كده الناس كلها راح تصير طالع فيا وانا مره خجوله. انتوا تعرفون انا انسانه مره خجوله لغيركم هذا في التلفزيون بس لان عارفتكم بعيدين. ايوه ايوه والله. فانا حاسه انه كده راح اصير اكسترا جمال. ايوه تعرف يعني حاسه بالخجله. ايش رايكم اكمل ولا ادوس؟ اوكي دقيقه البس شورت عشان كده. ايوه ايوه عشان حتى لو مثلا كده او شيء تمام تبين الشورت يعني.